هذا أكد رئيس الصين شي جين بينغ أن التعاون ما بين دول تجمع البريكس له أولوية قصوى، معتبرا أن تبادل الرؤى الثقافية ما بين الحضارات يعزز من فرص التكامل الاقتصادي. يجب أن تكون هناك تبادل للرؤى ما بين الشعوب دائما، وأن نستغل كل الحضارات، وانطلاقا من الحضارات العميقة وتبادل الآراء والرؤى من خلال العمل المشترك. هذا التبادل للثقافات والرؤى إنما يحدث بصورة كبيرة الآن، وبعد خاصة بعد الحروب العالمية الأولى والثانية. هذه أهمية كبرى للتعاون ما بين دول بريكس، وما بين التبادل الثقافي والتعليمي في مجال السياحة وأيضا والثقافة والتعليم كذلك.